حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى نشرتنا الاقتصادية. في اجتماع نوعي الصناعة والصناعيون يناقشون معوقات العمل ومعالجة تداعيات الأزمة على الصناعة السورية بقطاعها العام والخاص. الاجتماع ركز على مناقشة الصعوبات التي تواجه الصناعة السورية والأضرار التي لحقت بهذا القطاع نتيجة تخريب المنشآت والدور التركي في سرقة المعامل ومحاولة إضعاف الصناعة السورية وضرب الاقتصاد الوطني. وبحث المجتمعون في القرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها بما فيها تقديم المحفزات والمزايا والإعفاءات للصناعيين في مختلف مراحل العمل الصناعي بما يتناسب والحفاظ على استمرار الإنتاج الصناعي وتنافسيته. كما ناقش الاجتماع موضوع نقل المنشآت الصناعية وأثر تعديل أسعار حوامل الطاقة على الصناعة. كان لابد هنا أن يتم معالجة هذا الموضوع وفق وضع ضوابط للمنتجات المحلية أو المنتجات المستوردة والتي لها منتج محلي مماثل من رسوم جمركية ووضع ضوابط عليها بشكل نحقق حالة من التكافؤ في المنافسة ما بين المنتج المستورد وما بين المنتج المحلي، وبالتالي هذا الموضوع يحقق حالة دعم ذكي أو حالة معالجة ذكية لهذه لارتفاع أسعار حوامل الطاقة. فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة السورية أكد أن غالبية الصناعيين والمستثمرين والتجار السوريين لم ولن يتخلوا عن الوطن رغم مغادرة بعضهم للقطر، إلا أنهم لم يؤسسوا استثمارات ذات ديمومة أو كبيرة، وأن معظم من غادر إلى مصر ينتظر إعادة أجواء الاستقرار والأمان في سوريا ليعاودوا نشاطهم الاقتصادي. إذا نحن أخذنا الأرقام الحكومة المصرية نفسها اللي تتحدث عن حوالي 300 واحد قاموا منشأة في مصر، 300 واحد من أصل 10,000 صناعي وتاجر موجودين في مصر، هذه النسبة أقل من 1 بالألف، وبالتالي لا تعتبر مؤشر. الصناعيون أكدوا أن الأزمة أدت إلى ضعف الاستثمار وفقدان بعض المواد الأولية ونصف المصنعة ونقص حوامل الطاقة وزيادة التكاليف المادية المترتبة على صاحب العمل، إضافة إلى معاناة الصناعيين من صعوبة التسليف والاقتراض والتسديد والتحصيل وتوقف بعض منشآتهم، إلى جانب صعوبة تسويق المنتجات وضعف العملية التصديرية وارتفاع أسعار الصرف وتراجع القدرة الشرائية. انخفض مؤشر سوق دمشق الأوراق المالية 29 جزءا من نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة تجاوزت 1178 نقطة، وأغلقت جلسة اليوم على حجم تداول قدره 59573 سهما موزعة على 79 صفقة بقيمة تداولات إجمالية تجاوزت 9 ملايين ليرة سورية. وجاء قطاع المصارف في المرتبة الأولى، تلاه قطاع الصناعة والتأمين. استقر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية بينما ارتفع اليورو 9 قروش، ووفقا لتقرير المركزي الأسبوعي عمد المصرف مع بداية نيسان 2013 بتنفيذ آلية جديدة في التدخل الإيجابي في سوق الصرف من خلال منح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة حرية وضع نشرات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنها وفقا لتقييمها ورؤيتها الذاتية لسعر الصرف الحقيقي مع تعهده ببيعها القطع الأجنبي المطلوب وفق سعر الصرف الصادر عنها. نهاية أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى لما ووائل. شكرا للمتابعة. شكرا.